بكم مشاهدينا وحبابكم معشرة هو لغة العصر لكن هل ده بيستلزم انه احنا نقعد وقت طويل جدا امامه الكمبيوتر وكيف احنا ممكن نختار وضعية صحية آه للكمبيوتر عشان ما يأثر على صحتنا كيف والإرشادات الممكنة ده كله محور حديثنا اليوم في وجود مختص وهو دكتور سعد حمد لقمان نائب أخصائي مجلس التخصصات الطبية السودانية أهلا بك يا دكتور يعني بداية يا دكتور الناس لما يجيبوا الكمبيوتر ما كثير بيهتموا بالمكونات الثانية لاستخدامه من كرسي وطاولة هل في شروط معينة المفروض تتوفر في الكرسي والطاولة بتاعت الكمبيوتر؟ هي سؤال سؤالك يعني جميل ومهم لأنه بيا استخدام الكمبيوتر بيا كبير خالص خالص يعني دخل كل البيوت بدون أي استئذان و الحاجه الاساسيه في الموضوع انه التواجد الـ 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 اليومي مع الكمبيوتر <applause> محتاج انك تكون عندك وضعيه معينه للكرسي وضعيه معينه للترابيزة حقت الكمبيوتر. <تصفيق> 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 بالنسبه للكرسي يعني لازم يكون في وضعيه حقت مناسبه مع الطول بتاع الشخص المستخدمه يعني لازم تكون أرجو لك مسنودة في الأرض بطريقة سليمة، نعم. وضعيتك حقة الجلوس مع الكرسي لازم تكون في زاوية تسعين درجة، ما تكون اللي هو مايل زي إنك تكون مايل في الكرسي إنك على سنه ما تأثر على الغضاريف حق الظهر، لازم تكون جالس في جلسة تسعين درجة بتكون مناسبه مع مع متوائمه مع مع الفقرات حقت الظهر نعم. بالنسبه للطرابيزه طبعا لازم تكون معاك في نفس الليفل انك تكون في المشهد يعني المستوى بتاعك المستوى بتاع الجلوس أيوة مستوى مناسب مع السنتر بتاع الشاشه مركز المشاهدة ذات الشاشه زادة زادة بتاع الكمبيوتر, الكمبيوتر. لازم نعم. تكون في في الليفل بتاع المستوى بتاع بتاع النظر بتاعك نعم آه يعني في ناس مرات بيجيبوا كراسي بتكون متحركه لانهم بيقعدوا ساعات طويله هل حركه الكرسي ارتفاع ويمشي يمين يمشي شمال يرفع وينزل دي حاجه مهمه في كرسي الكمبيوتر والله هي مهمه مهمه في انك تتحرك على يعني انك ممكن تتحرك انك عايز تتحرك من الكمبيوتر من قدام الكمبيوتر ممكن لا. لكن الوضعيه لازم تكون وضعيه سليمه حاجه الجلوس اصلا لازم تكون في وضعيه سليمه تكون انت في قاعد في في قاعده مريحه للظهر لا. انا ممكن اكون قاعد في في جلسه مائله فتره طويله بكون حاسس انه في البدايه انا مرتاح لكن بمرور الزمن بيحصل تاثر تدريجي في الغضاريف حق الظهر بعد فتره بتسمع انه انه فلان عنده غضروف يكون التاثير اصلا جاي كثير بسمع عند الناس اللي بيقعدوا بيكون شغلهم بالسلزم انه يقعدوا جنب الكمبيوتر بيقول لك والله الغضاريف متعبه يعني احنا حنواصل حديثنا في الموضوع ده بس نشوف الاستطلاع الجاي والله بيستخدموا حوالي ساعتين ساعتين كده في اليوم والله تقريبا ثلاثة ساعات أربعة ساعات يعني ساعتين ثلاثة والله ما كثير يعني يعني ساعتين بالكثير يعني يعني غرابة الستة ساعات تقريبا حاجة. بيت الهنا آه يعني يا دكتور انت تكلمت عن الجلسه الصحيحه والوضعيه المريحه للظهر وللارجل آه اليدين يعني في ناس كثيرين بيقول لك والله انا جبت كرسي مناسب آه للكمبيوتر لكن آه بيشتكي من الم بتاعت الرسغ ومفاصل اليدين هل دي لها علاقه باختيار الطاوله ولا باستخدام يده نفسه؟ آه لا هو هو الحكايه دي موجوده موجوده كثيره جدا انك لازم تكون اول حاجه عشان عشان تتحرك مع الماوس بتاع الكمبيوتر نعم. آه لازم تكون يدك مسنوده على الطرابيزة لانه انت ما حتكون كل الفتره تكون ماسك يدك في الماوس بتاع الكمبيوتر من فوق نعم. لازم تكون يد مسنوده عشان تريح الكتف نعم. لأن في ناس في ناس كتير جدا بيشكو من عندنا عندنا مصطلح علمي طبي اللي هو بسموه الريتبل شولدر اللي هو الكتف المتوترة <applause> نعم بيقول لك انا عندي قطايا آه الكشخه المتوتره دي اللي هو بيحصل تمزق في الـ في الـ يعني في الاربطه حقت الكتف اللي هو بالتدريج بيكون في الم الشخص بيكون حاسس انه سليم معافى بعد فتره بيكون يصحى من النوم من الصباح يكون عنده الم في كتفه ما بيقدر يرفع دي كلها ويقلم. من من التدرع القاعده فتره طويله بدون ما يكون في سند نعم. كافي لليد انا ممكن اكون ساند يدي على على الترابيزه حقت الكمبيوتر احرك الماوس بطريقه يكون مريحه لازم تكون انت تكون قاعد مرتاح لا نعم. لازم تفكر انك الجلسه حقتك حقت الكمبيوتر ما حتكون تأثير وقتي نعم ما ح... انت ما تفكر انك انا هسه ما حاسس بحاجه معناها ما في مشكله انا افكر اللي قدام لانه الجلسات حقت الكمبيوتر الشخص ما بيقعد في الكمبيوتر فتره بتاعت ربع ساعه ولا نص ساعه ولا ساعه نعم يعني حتى في الدراسات انه انه الناس اللي بتكون عندهم تاثيرات عاده مزمنه بيكونوا قاعدين في قدام الكمبيوتر فتره اطول من ست ساعات وهل <applause> في في زمن محدد انه المفروض بالتأكيد يقعد جنب الكمبيوتر؟ بالتاكيد عادة يعني يعني المفروض ما الشخص يكون قدام ساعتين لثلاث ساعات الشخص يكون قدام الكمبيوتر اكثر من ست ساعات بيكون اكثر معرض معرض بطريقه كبيره خالص للمشاكل حقت العضلات والظهر ومشاكل حقت العيون. طيب يا دكتور في ناس يعني زي ما بيقولوا رزقهم بيجي من الكمبيوتر انه بيشتغلوا في محلات بتاع طباعه الكمبيوتر اللي انت شايفة منتشر الان عندنا هنا فده هل ممكن انه بعد الست ساعات اللي هي الصحيه زي ما انت ذكرتها ياخذ راحه في مكان ما يتمشى يعمل رياضة ثانيه ويواصل ولا دي الساعات المفروض تكون خلال اليوم كاملا يعني في ال 24 ساعه يكون ست ساعات بس؟ والله لو نظرت من ناحية كسب رزق في مجالات كثيرة ممكن تكون في مصانع الاسبستوس مصانع الحديد نعم. تكون كلها فيها آثار جانبية أصلا فبالتأكيد انت بتحاول انك ترجع لأخف الأضرار نعم. انك انك تحاول تتريد تحاول انك انك ممكن تتحرك بين فتره وفتره ممكن تتحرك تمارين الظهر في رياضه معينه اللي هو الشخص الشخص اللي هو بيقعد فترات طويله لازم يعني تمارين حق الظهر حق تكون يوميه اللي هو تمارين حق الشد للعضلات حق الظهر نعم بطريقه منتظمه والارجل نعم, والأرجل. نعم. يكون مركز اكثر شيء على الظهر والارجل مثلا واليدين بالتاكيد الاكتاف نعم آه احنا حسيت تحدثنا عن الكمبيوتر وعن أجزاء الجسم اللي ممكن تكون ترتاح او ممكن نريحها بالرياضه آه عايزين نتكلم عن حاجه مهمه جدا برضو بتستهلك اللي هي العين آه لكن بس نشوفها الاستطلاع الجاي ده ونواصل حديثة. بيت طبعا ما بقدر الواحد يستغنى عن الكمبيوتر يعني لانه الكمبيوتر يعني بيقى حاجه اساسيه في الحياه يعني لا <applause> خالص لا لا ما بستغنى عنه بصراحه يعني اكيد حاستغنى عنه بيت الهنا <applause> يعني دكتور انت قلت الساعات اللي ممكن تكون فيها ما بتاثر على الصحه ست ساعات العين في المسافة دي في الستة ساعات دي يعني بتتحمل الكمية دي من الضوء ولا في حاجات مفروض نعملها خلال الستة ساعات دي نحافظ فيها على العين هي في دراسات كثيرة وجريت يعني في دراسة وجريت في في أمريكا نعم في جروب أمريكان أوبتومتريك أسوسيشن أصلا دائما بيشتغل في الشغل بتاع المرئيات التق... رابطه التقنيه الامريكيه ايوه, أيوة. يعني بيفتكروا انه انه لقوا انه 100 مليون شخص بيستعمل كمبيوتر نعم. يومي في في امريكا آه بالدراسات اللي اجريت انه في مجموعه بتاعت علامات مرضيه اللي هو بيشكي منها شخص اللي هو يعني حرقان في العيون طعانات في العيون سخانه خوف من الضوء دي من من الناس اللي بيشكوا اللي هو دي جمله الاعراض دي كلها خدتوها في 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 مسمى واحد اللي هو م. اللي هو سماه يعني يعني سندروم اصلا اللي هو فيجن كمبيوتر فيجن سندروم اللي هو متلازمه الكمبيوتر والنظر نعم كويس يعني الحياه دي كلها حياه اساسيه يعني ممكن الشخص بيقعد قدام الكمبيوتر شاشه حقت الكمبيوتر فترات طويله ممكن يشعر بالاعراض دي وانا اؤكد لك تماما انه كل المشاهدين الناس اللي بيقعدوا فترات طويله قدام الكمبيوتر ممكن يكون عندهم الاعراض دي وما ملاحظين لها هل في مسافه مقبوله انه انا اقدر انظر فيها زي ما انت قلت اذا في طباعه او متابعه للشغل انا بشتغل في الكمبيوتر ده في نفس الوقت ما تكون قريبه جدا من التلفزيون الكمبيوتر بحيث انه امتص الاشعاعات دي كلها بصوره مباشره؟ مم. عاده عاده ما اقل من 60 سم انه يكون الشخص من من الشاشه من الجهاز, الجهاز نفسه بتاع الكمبيوتر من نعم. وفي حاجه مهمه جدا يعني يعني حتى النظر بتاع الشخص ممكن الشخص يكون حاسس نظره سليم لكن بالتعرض التعرض للجهاز بتاع الكمبيوتر لازم كل فتره وفتره لازم يراجع طبيب نعم. مختص للعيون عشان عشان من النظر النظر لانه في جزئين إيه؟ في جزء بتاع نظر انه انا احدد انه نظري سليم ولا لا وفي جزء بيختص بالريفراكشن اللي هو الانعكاسات حقت حقت الزوايا حقت النظر اصلا نعم. ممكن يكون الشخص بيكون بينظر بنظره سليمه لكن تواجده الكثير قدام الكمبيوتر فترات طويله ممكن يعرضه لالام حاده في 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 العيون نعم. بالاضافه لكذا للصداع نعم دكتور حسي انت تحدثت عن المسافات المقبوله للنظر او الصحيه ما بتاثر علينا تكلمت عن الرياضه المفروض يعملها الزول اللي بيضطر انه يقعد لاكثر من ست ساعات للظهر والاطراف والاكتاف اهمال النصائح دي هل ممكن يترتب عليه امراض مزمنه جسديا يعني؟ بالتاكيد بالتاكيد يعني يعني الحياه اللي الشخص عاده مشكلتنا نحن, نحن انه بنلجا للحلول المستعجله انه انا بحس بحاجه أسي نعم بعالي ما بنظر لانه التاثير في الفترات الطويله المزمنه عشان دائما الناس يعني يحاولوا انه النصائح قدر المستطاع يطبقوا فيها الحاجه اللي بيقدروا عليها قدر المستطاع <applause> اللي هو التواجد زي ما قلت زي ما قلت انت قبل انه في ناس بياكلوا عيش ورا الشغل بتاع الكمبيوتر بيبدا بالنسبه لك انت في الكمبيوتر انا سنك انك تفتح بيبر جديد ورقه جديده وتكفي الورقة تانية الاضاءه حقت الكمبيوتر بتبقى شنو؟ متغلبه نعم. من اضاءه عاليه لاضاءه منخفضه ل... بتبقى تلقى انسان الان في... انه في بيحصل فترات انه من قبل بيحصل اجهاد للبصر إجهاد يعني للبصر. نعم إجهاد هل النظاره بتاعت حفظ النظر ب... ممكن تساعد على التخفيف من الحكايه؟ النظاره المهمه خالص خالص اللي هو بتعالج الريفراكشن اللي هو نعم. نعم ما انت انت لو نظرك اصلا قريب وانت بتشوف كويس تبقى ما في مشكله اللي هو اللي هو عاده النظر في مشكله في النظر الغريب والنظر المتوسط اللي هو الانترميديت والنظر نعم. البعيد دي اصلا بتعالجها انت اصلا لانه بتكون حاسس انه في مشكله انا الحرف الفلاني ما شايفه نعم. لكن المشكله الاساسيه في الريفراكشن اللي هو انعكاسات النظر انا شايف الحرف لكن بتأثر. آه نعم دكتور آه سعد حامد لقمان آه نائب آه اختصاصي آه المجلس التخصصات السودانية الطبية آه بنشكرك آه على هذه الإفادات الصحية وإن شاء الله كل الناس اللي بتابعونا آه والما تابعونا يسمعوا منهم ويتبعوا الإرشادات الصحية في استخدام آه الكمبيوتر للفائدة والصحة مع بعض وللصحة برضه لك يا ربة البيت عندنا وصفة طبقة اليوم خليكم معنا بيت الهنا اهلا بكم مشاهدينا وبالتاكيد وصلنا للفقره اللي بتهمكم وهي طبق اليوم مع الشيف عادل عبدون كيفك يا عادل؟ مرحبتين بك يا استاذة سحر ومرحبتين بالاخوه المشاهدين شايفين الليله ما محضر حاجات كثيره لكن عايزين نتعرف على طبقنا اليوم عندنا السمك مم. المبوخ مم. او سمك بالبخار ايوه فمعاه الملفوف الملفوف نعم وثاني مكونات شنو؟ مكونات السمك سمك بلطي عادي مه. وملفوف ممكن يكون نص كيلو بدوب وجنزبيل وشطه أغزق. حمراء وخاص للديكور مه. بصل ثوم وشمار مه. زيت ملح مه. فلفل ومويه كوبايه بتاعت مويه هنا طريقه السمكه دي ممكن تشتغلها بطريقتين الناس اللي عندهم الميكرويف يكون اسهل وافضل فما بياخذ زمن بياخذ له زي 10 دقائق او 12 دقيقه بالضبط لانه الميكروويف طبعا شغله سريع اسرع من ال ال الشغل العادي أيه. اما بالنسبه لو انا عايز اشتغلها بنظام حله ومصفى فدي ممكن يعني لكن دي طبعا طريقه شويه صعبة يعني الميكروويف للناس اللي عندهم ميكرويف في البيت بدون نفس نتيجة التنجيد بالبخار بتاع المطاعم نفس الطريقة لكن بس بيكون شنو يعني بياخذ زمن وبعدين في يعني تكلفة مجهود يعني بجيب انا حله بحطها في النار وحط مويه من فوق واصلا في حلل خاصه للبخار ده ده لو بالطريقه التقليديه بالطريق لكن بالميكروويف بتكون سريعه سريعه وسهله جدا جدا طيب في يمكن ربط البيوت يكون عندهم فضول أن يعملوها بالبخار يعني بالبخار كيف ممكن يجهزوها بادوات المطبخ العاديه يعني؟ اي ما احنا قلنا دي بتتخطى بتتخطى حله موية بتخطى مويه بتتخطى فوق في نوع بتخطى فوق الحله كبس اللي هو بيسموها زي ماري يعني زي الحمام بخار نعم فدي انا لو ما عندي الحل حتى الفوق اللي كبس ممكن اخد مصفى طبعا مصفى بالتاكيد ما هيكون مصفى بتاع بلاستيك آه مصفى اللي بيصفوا فيها المكرونه ممكن. ممكن, ايوه ممكن نصفى في المكرونه فبنخطها كل مكوناتنا بنخدها السمكه وبنغطيها من فوق نعم فطريقتك شد السمكه بنقطع السمكه بالطريقه دي مه. بعد ما ننضف السمكه طبعا بتكون بالطريقه دي فدي السمكه بتكون جاهزه بالطريقه دي مه. فانا مثلا هخش مثلا بالـ 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 بالميكرويف. فالميكروويف طبعا عنده اواني مخصوصه يعني أيوه. ممكن انا ادخل في الميكرويف اي نوع من الحديد او اي نوع من الستان ستيل او اي نوع من الالمونيا ايوه ممكن فخار ممكن قزاز او عنده خاصه اواني معينه اشتغلوا أيوه. اشتغل بها انه انت مثلا ما حبيت انه تبي للسمكه او تاخذ فيها بهارات معينه لا دي بس لما نرجع ناخذ من فوق باخذ فيها الشمار وبرش فيها الزيت وبرش فيها الفلفل ما. يعني اصلا في طريقه تنجيد بالبخار للسمكه ما بنتبلها بنتبلها بعد ما, ما تستوي؟ بعد يعني التوابل ممكن تاخد التوابل يعني الفلفل ممكن تاخد الفلفل هول ممكن تاخد شمال هول لأنه يعني في النهايه لما نرجع ما بكون فيها البهارات اللي بتكون تدي طعم بالزيت او تدي طعم بالدقيق وكده. او بالفرن جاهزه فهي طبعا القصد من انه السلق طريقه مثلا جديده بالنسبه لاكل السمك لبعض الناس لانه السمك معروف عندنا نعم بيكون محمر او مشوي نعم أو صينية السمك المعروفة أو السمك المعروفة عندنا فنقطع الكبد أو الميزة الملفوف الملفوف شنو أنت اخترت دون الخضروات الثانية أن يكون فقط الخضار الوحيدة مع السمك الملفوف يعني طعمه لذيذ م -م. حتى هو ذاته يعني الواحد لو شم ريحه الملفوف يعني لو علاقه بالسمك ممكن تكون اكثر حاجه في ريحته كمان يعني م -م. اساس الملفوف ده لما ينسلج بيطلع ريحه زي ريحه الاسماك يعني خط الملفوف ده رغم انه هو بيكون شكله كثير لكن لما نخش الفرن يخش الميكرويف ولما نطلع مم. بيكون اقل يعني ما عشان كميه المويه اللي بتكون فيه هو لا انا اصلا حضيف مويه لا ما عشان لا ما عشان كميه المويه بالضبط عشان نكهته عشان نكهته نعم بعدين هو بيتحمل يعني هو ممكن من الورقيات اللي ممكن يتحمل مم. يعني لو أخذت مثلا سباني خذيت حاجات زي دي بتتبوي. ممكن ايوه ممكن تدبل لي سريع واستخدمت الجنزبيل الطازه الجنزبيل الطازه طبعا فيه الطعم الحار بتاع الجنزبيل مم. فبدينا نكهه جميله فاحنا عايزين ندخل منكهات جديده للبيت في البيت السوداني لانه احنا ما متعودين على الحاجات دي الا مثلا في الشاي ومرات بيستعملوه في الكعك والحاجات اللي بيعملوها في البيوت العاديه لا. لكن احنا حاولنا نشتغل في السمك عشان نشوفه حتى ريحته وفي السمكه مه. بيطير لنا الروائح الزفره اللي بتكون في السمك مه. وبالطريقه دي انا بقطع باخد كله خداري مره واحده مه. و الفلفل الأحمر لو ما في ممكن فلفل أخضر اللي هو الشطه العاديه. نعم. بالطريقه دي. بتنتمي لأي مطبخ الأكله دي؟ دي ممكن تكون أقرب للمطبخ هندي. لكن المسلوق عادة يعني بياكلوه ال ال أكثر حاجه هم بيحبوا الحاجات اللي نعم تكون ستيمينج أو بالبخار بالظبط كده يعني حتى هم عندهم الخضار بالذات بيعملوه ستيمينج. فبالطريقه دي, دي ال. هنا يعني شايف المكونات كلها اعتمدت على إنها تكون مقطعه قطع كبيره يعني ما. ما ما فيها طبعا حشو البصل او الفلفل او اي نوع من ولا التوم ايوه عايزين نحافظ على قدر الامكان انه لما تخش تدينا الشكل في نفس الوقت بتقدر كده تحضرها بسرعه يعني نعم بس تدينا محافظ على الشكل يعني الثوم حيكون بشكل ده. لكن لو انا عملته مسحون او عملته بودره ما حي ما حلقى شكله ممكن القى طعمه لكن هنا عايز القى الطعم والقى الشكل بس يعني كده السمكه بتكون بالطريقه دي وتضيف الشمال تضيف الشمال بالجنبات في <تضيف> السمكه نفسها بالطريقه دي مم. والملح انا هخليك تجهزها عشان تدخل الفرن ومشاهدينا نصائح وفوائد طبقنا اليوم شيف عادل يعني السمكه الان اصبحت مجهزه انه تدخلها على الميكروويف و كنت عايز اسالك هل كل الاسماك اللي بنستخدمها البحريه بتستوي بنفس الوقت لا يعني الاسماك هي بالحجم تاخذ نفس الزمن يعني ولا بالحجم يعني مثلا طبعا الميكروويف لانه بس الميكروويف سريع مم. فما بياخذ زمن كثير نعم. لكن لو جينا استعملناه مثلا في القلي فبتعتمد على حجم السمكه ونوع السمكه يعني في الاسماك زي سمكة البلطي بتاعنا عاده لما نيجي حمله بيفتحوا من النص أيوة. لانه فيه لحم كتير. كثير يمكن ما يستوي ايوه ممكن الناس تخاف من جوه هو ممكن يستوي لو الزيت كان زيت متوسط الحراره ما كان زيت سخن فكنا دائما في القلي لما ننزل اي حاجه في الزيت الزيت ما ما يكون الزيت سخن شديد بحيث الجلد اللي برا تتحرق او تتحمر شديد والجو يكون بالضبط كده, كده. آه، طيب آه، يعني شنو الحل يعني الكائنات البحريه الثانيه ممكن نعملها نطبخها بنفس الطريقه؟ طبعا في الغشريات كلها بتطبخ بنفس الطريقه مم. يعني الغشريات زي الجمبري وزي بلح البحر المصلص وزي الجلامس اللي هو المحار, المحار. فدي كلها بتتعمل بالطريقه بتاعت السلك مم. لكن حتى يعني هسه السلك حتى بالنسبه للسلك بالنسبه للتشاينيز يعني التشاينيز في المطبخ التشاينيز الصيني او المطبخ الاسيوي عندهم خيزران الخيزران العادي بتنسج زي السبت مم. العادي بتنسج بيكون مخرم من في النص وده بينزل عادي مثلا في الطوب بتاعتهم زي حقتنا العاديه في البيوت طبعا ده ستايل صيني قديم أيوة. بتخط مويه بتخت فيها بتتغطى بخط يعني فوق ممكن اربع أو خمسه طبقات من انواع مختلفه من الاسماك من غير ما تتلخبط فبكون شكلها مثلا طول كده والبخار من بخش من بخار من, من عن المقعد بتاع نعم من بكون كذا طابق مه. يعني فوق الاول والثاني والثالث والرابع حتى اخر حاجه بتغطى مه. فبتخلل المويه بتتخلل من خلال الثقوب دي او من, مه. من واحده لواحده من واحده لواحده فدي بتشتغل بنفس الطريقه دي مه. نفس الفكره بتاعتنا اللي احنا بنخد الحله قلنا بنخد الحله بنخد فوقها المصفى يعني دي فكره للناس اللي بيحبوا عندنا في السودان مشغولات تحت السعف اليدويه دي بالظبط يعني بزبط. ممكن يعمل اختراع زي ده عشان نقدر نعمل سمك بالبخار بدون اي تعب و... على الطريقه الصينيه م. يعني م. ونفس نفس الحل دي في شمال افريقيا اخواننا شمال افريقيا بيسموها الكسكاس م. اللي هو عندهم وجبه اسمها الكسكسي م. خاصه م. التوانسه والجزائريين والمغاربه وإخواننا الليبيين فدي حلة مخصوصة للبخار فأتمنى أن الحلّ اللي برضه تتواجد عندنا والناس اللي لنا الحلل نحاول نعم. لأنه بقدر كبير إننا عشان, عشان, عشان أدوات المطبخ العالمي تكون موجودة ونقدر نعمل أطباق المطبخ كده. العالمي أنت الآن حتدخلها على الميكرويف أنا العادة. كده بدخلها على الميكرويف وأنا حأذكر مشاهدينا بمكونات طبقنا بيت الهنا بيت <applause> الهنا آه, آه انت قلت حاسه هتدخل على الميكروويف انا عايز اسالك بتستغرق كم في الميكروويف بتاخد لها زي 12 دقيقه او 10 دقائق بالظبط وتحضيرها كله من بدايته تجهيز يعني خلال. لو انا السمك جبته نظيف مم. مع الخضار ما بتأخذ معي كلها 25 دقيقه مم. بس انا كده عندي واحده جاهزه عشان الزمن نعم فبنجيبها عشان انه بس نقدمها اذا من طريقه الميكروويف هي بتسهل على ست البيت اذا عندها ميكروويف طريقه البخار وإذا ما عندها مايكروويف ممكن تعمل بطريقة البخار برضه فيها قيمة صحية كبيرة زي ما شايفين السمكة ريحتها ما شاء الله يعني ظهر عليها ريحة الخضروات اللي معاها والجنزبيل برضه في 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 بعض البلاستيك باك او الاكياس بتاعت خاصة لكن بالأفرام مش بتاعتنا في البيوت أيوة. دي بقت برضو من المنتجات بتاعت ال 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 الممكن الإنسان يدخلها جوا الكيس ويقفل الكيس ويدخلها يخطها عادي وما يخاف عليها بتتحرق وما بيجي اي حاجة فلما يجي يطلع الكيس عادي الكيس اصلا معمول من مادة خاصة ما ما تتاثر بالحرارة نعم. انا شفت كثير من ستات البيوت بيستخدموه احيانا في صواني الفرن، أه شيف عادل حسب كلامك انه دي كويسه ل البخار او في الميكروويف، نعم. ممكن برضه يستخدموه يكونوا حريصين على ان النوع المخصص أه للنوع ده من الطهو، أه تسلم يدك أه يا على طبق اليوم وستات البيوت دايما بنذكركم بانه في بيت الهنا بنديكم اطباق جديده سهله خفيفه ومغذيه راسلونا على هنا .TV. ولحد ما التقيكم في الحلقه الجايه اترككم في رعايه الله